كيف ما كتشوفوا جينا لواحد التدريب ولا جبنا البنيتات من مختلف المدن عندنا هنايا في المغرب، عندنا قلميم، عندنا طنطان، عندنا جهه سوس ماسا، عندنا ايضا مراكش اسفي. هادو كلهم مناطق اللي تم الاختيار ديالهم عن طريق جمعيه مشروع صور، وهذا الشيء باش انهم يتكلموا على ظاهره الزواج القصيرات. دونك تم اختيار هاد مختلف المناطق بحكم انه كل بلاصه عندها واحد التجربه، يا اما شخصيه يا اما من المحيط ديالهم، اللي على زواج القصيرات. دونك فهاد التكوين هذا اللي جاو ليه البنات، جاو باش انهم يخرجوا بواحد القانون او لا يخرجوا بواحد مقترحات من الاختيار ديالهم او لا من تجربات شخصيه ولا من تجربات ديال المحيط ديالهم، اللي غادي تساعد في محاربه زواج القصيرات. دونك كيف ما كتشوفوا البنات طرقوا الماده 19 والماده 20 والماده 21 من قانون الاسره، وبالضبط كيحاربوا بعض الثغرات اللي كاينين في الماده 20 والماده 21، اللي كتنص على انه القاضي ممكن يعطي الحق بتزويج قاصر بدون الموافقه ديالها. دونك هادو كلهم مجموعه ديال الحوايج اللي تطرقوا ليهم البنيتات مع مع جمعيه اماري ولا مع جمعيه التعبئه اللي كاينه في الرباط، بشراكه مع جمعيه مشروع تحليق. دونك هذه واحد الشراكه اللي خلقناها مع بعضياتنا، وايضا لانها كتصب من ضمن المهام ديال جمعيه مشروع تحليق، حكم ان الجمعيه كتحارب الهدر المدرسي وزواج القصيرات. باش اننا ندويو على واحد الموضوع اللي كيهم مجموعه من الفتيات وبالخصوص الفتيات القرويات، وهو زواج القصيرات. وكنحاولوا اننا ندربوا هاد الفتيات هادو باش انهم يناصروا ويدويو على الحق ديالهم في عدم التزوج وهما صغيرات. فهنا كما كتشوفوا معنا 20 بنيه اللي منخرطه معنا في هاد التدريب هذا. تحليق حنا اللي كنشاركوا في حركه اكبر، ولا اللي هي بلونغلي بيغر. هي واحد الحركه اللي كتهتم اننا ننهضوا من اجل حقوق المراه او الفتاه عموما. اليوم حنا هنايا في واحد التدريب باش كنحاولوا اننا نحاربوا واحد الظاهره اللي هي ظاهره زواج القاصرات. في هذا التدريب قدرنا ان نعرفوا مجموعه ديال الاشياء اللي من بينتهم اننا قدرنا نعرفوا بعض الثغرات اللي كاينين في قانون الاسره، بحال مثلا الماده 21 اللي كتخول القاضي انه يزوج قاصر غير بالموافقه ديال والديها. ولكن عندنا واحد الثغره هي انه الاستعانه بالبحث الطبي بالخبره الطبيه والبحث الاجتماعي، لكن كنلقاو بان مجموعه ديال الاحصائيات كتبين ان هذا القاضي ما كيستعنش كاع بهذا الخبره ولا هذا البحث، وكيزوج واحد القاصر اللي هي غير قادره ابدا على تحمل مسؤوليه مؤسسه الزواج. ولذلك حنا هنايا باش اننا نقدروا نديروا مجموعه ديال المناصرات اللي غادي يمكنونا اننا نغيروا هذا القانون ونحدوا من هذه الظاهره. سميتي منال سمق من مدينه اولى الطيمه، جيت هنا باش نشارك في التدريب ديال حركه اكبر او حركه بيجر، اللي هي واحد الشراكه بين سيفل كونكشن و ام ار اي و بروجيكتور. كيهدف هذا حركه اكبر او بيجر، كيهدف باش نعرفوا الاسباب ديال زواج القصيرات، وكذلك خصنا نحدوا من هذه الظاهره اللي هي ولات افه اللي كلشي ولا كيعرفها ولا كنعرفوها بزاف في هذه الايام. وكذلك بما في قانون الاسره كتنص الماده 19 على ان الزواج كيتم بمجرد ان الانسان كيوصل 18 سنه، ولكن ملي جات الماده 20 و 21 خالفوا هذه الماده اللي كتنص الماده 21 على ان الزواج كيتم فقط بمجرد ان الاب او وصي شرعي هو اللي كيوافق على هذا الزواج بدون اني كاين في التكوين لهدف ديال محاربه زواج القصيرات اللي ولات ظاهره كنعيشوها يوميا. وحنايا الهدف ديالنا هو نحدو من هذه الظاهره، وانا جد فخوره اني كاينه هنايا وفرحانه تلاقيت مع القائدات، فرحانه بزاف وتعلمت بزاف المعلومات، تعلمت المناصره، تعلمنا كيفاش مناصرة أو ترافع على قضية زواج قصيرات.
السلام عليكم، سميتي سلمى بوي، جيت من نواحي مراكش وبالضبط من دوار إيكودار. انا فتاة تحليق، جيت لواحد التدريب اللي سميتو حركة بيجر، وهاد الحركة او هاد التدريب كيهدف الى محاربة زواج القاصرات، ونحنا يعني كمستهدفات لهاد الظاهرة، وجينا باش نهضروا ونطالبوا بتعديل المادة 2021 اللي كتمنح القاضي إذن لتزويج قاصر، بالرغم من أن كيف ما كنعرفوا القانون المغربي صادق على بزاف الاتفاقيات اللي هي كتحمي حقوق الطفل. وعلاش كنجيو للمدونات الأسرة وكنلقاو المادة 2021 كتمنح الإذن للقاضي باش يزوج قاصر طفلة؟ وبهذا فمطلبنا الوحيد هو تعديل تلك المادة، المادتين 21 و20. شكرا.